breathing. مرحبا بمحبي أفلام الرعب. اليوم نأتيكم بأفضل 5 أفلام مرعبة عن قصص حقيقية. نتمنى أن تنال إعجابكم. مرحبا بكم على قناتكم Tonight Show. أولا The Conjuring. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 2013. أحداثه حقيقية عن قصة حقيقية تعود لزوجين اسمهما أدوارد ولورين. كانا متخصصين في مطالعة الأشباح وقاما عام 1952 بإنشاء مكان للبحوث النفسية الخارقة لمساعدة المتضررين. وفقا لمتحفهما فقد شاركوا في حل 10,000 قضية خارقة. ثانيا Are you okay? His truth. The Possession. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 2012. تدور أحداثه حول صندوق مرعب. هذا الصندوق له وجود حقيقي ويتحدث كل من اشتراه منها على موقع إيباي أنهم واجهوا أحداثا غريبة. I saw something in her. What the demon? What does this thing want with my daughter? Beneath his wings you will be protected. He will cover you. ثالثا Hello? Oh my god. We gotta get out of here. Then open the door and I just want you to run, okay? The Strangers. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 2008. أحداثه مقهودة عن قصة حقيقية عن جرائم السفاح الأبشع في تاريخ أمريكا تشارلز مانسون الذي ارتكب جرائم قتل مروعة في صيف عام 1996 في كاليفورنيا. رابعا Emily, can you hear me? There goes some queen in this hobby. The Exorcism of Emily Rose. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 2005. يتحدث عن قصة حقيقية تعود إلى فتاة ألمانية تدعى أناليس ميشيل. كانت تصاب بالهلوسة والرؤى الغريبة وبعد فشل الطب لجأت للكنيسة لكن تدهورت حالتها وتوفيت. خامسا Think I should take her to a psychiatrist? The problem with your daughter is not her bed. Honey, is that helpful? You know, you're gonna feel a little sticky.
The Exorcist. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1973. أحداثه مأخوذة عن قصة حقيقية، محاولة طرد أرواح من داخل جسد فتى بعمر 14 عاما، وقعت سنة 1949. It's your brain. You're gonna die up there. I don't want it! Why this girl? Doesn't make sense. Put it out! The sour is mine! You took your blindfold off! I win! I was in Christine and Nancy's room!